ازيكم يا صحابي، عاملين ايه يا حلوين؟ النهارده معانا بقى الام الجميله دي ومعاها البيبي بتاعها. يلا بينا عشان نشوفهم. مالهم زعلانين دول توأم؟ ايه مالكم زعلانين؟ هاتوا خالص. دول جعانين عايزين ياكلوا. حطت بقى البيبي جو وقفلت له بقى الحزام عشان ما يقعش من على الكرسي بتاع الاكل. كمان هتعمل كده للنونو التانية كمان، البنوتة سوسو تقفل لها الحزام. شايفين يا حلوين هي عايزة تاكل ايه؟ يلا بقى نجيب الخلاط ونحط الخضروات فيه. نحط التفاح ونحط ايه كمان؟ نحط البرتقال. يلا علشان جعانة عمالة تعيط، ونشغل الخلاط. يلا بقى بعد ما خلطنا الخلاط نصب في الاكل بتاعها على البروكلي اللذيذ علشان تاكل سوسو. جعانة وجعانة اوي، جعانة عاوز اكل. يلا عشان نعمل بقى للنونو التاني، نحط الخضروات في الخلاط والبرتقال كمان، ونحط جزر. نحط ايه كمان؟ يلا نشغل. يلا بقى علشان نصب كمان على الموزة اللذيذة دي، ونروح لبيبي جو ونأكله. جعين جعين. يلا يلا عشان تاكل. يلا هم يا جمل، هم 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 هم. تعيطش يا جميلة. دلوقتي هنعمل ايه؟ عاوزين بقى ايه ناكل كمان وجبة. نقشر البطاطس. يلا نقشر البطاطس اللذيذة ونخرطها بالسكينة. يلا نبدأ نقطعها 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 كلها، ونقطعها كمان. يلا نقطعها مكعبات صغننة. نبدأ نهرسها بقى بالهراسة كلها، تك 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 تك. هرسناها كلها وبقت جميلة ولذيذة. يلا علشان ياكلوا هما الاتنين. يم 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 يم. نحط ايه كمان؟ نحط بقى اللبن. نجهز الببرونة علشان يشربوا اللبن، وكده تبقى وجبة صحية خالص. نحط بقى البودرة بتاعت اللبن ونهز الببرونة كده. مبسوطة اوي. كمان البيبي شرب كل اللبن. يلا نمسح بالمنديل بقهم. دول كانوا بقى مبسوطين خالص. يس بقى مبسوطين. يلا عشان ياكلوا كمان هياكلوا ايه؟ يلا ناكلهم السناكس اللذيذة دي. ياكلوا بالمعلقة. يلا بيبي كمان ياكل. شو يلا ناكلوا كتير قوي، شكلهم كانوا جعانين خالص. وسوسو كمان. يس. ايه ده مالك؟ الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبنا الفيديو نعمل لايك واشتراك للقناة. باي.